ضمن الاحتفالات بعيد القديس فرانسيس الأسيزي الذي يصادف في الرابع من شهر تشرين أول من كل عام، احتفلت كنيسة كاترينا في بيت لحم بهذه المناسبة المباركة، وذلك بقداس إلهي حضره عدد كبير من المؤمنين، كما احتفل خلال القداس بإبراز النذور الدائمة لعدد من أبناء الرعية. إلى المزيد. يا رب استعملني لسلامك، فأضع الحب حيث البغض، والمغفرة حيث الإساءة، والاتفاق حيث الخلاف. كلمات للقديس فرانسيس الأسيزي. اكتظت كنيسة سانتا كاترينا الرعوية في بيت لحم بالمؤمنين الذين جاءوا من مختلف المناطق للمشاركة بالقداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة عيد القديس فرانسيس الأسيزي مؤسس الرهبنة الفرنسيسكانية. فقد ترأس الأب رامي عسكرية كاهن الرعية ورئيس الدير، وبمعاونة لفيف من الكهنة، القداس الاحتفالي، وبحضور الأخويات وممثلي المؤسسات والجمعيات، والجوقة التي أحيت القداس الإلهي بأصواتها التي صدحت بالكنيسة بتراتيل القديس فرانسيس. وخلال القداس احتفل بإبراز النذور الدائمة لإخوة جدد لرهبنة ماري فرانسيس للعلمانيين وسط فرحة عارمة. فالقديس فرانسيس يدعونا إلى ترميم كنيسة البشر التي أسسها يسوع، وأيضا أن نسير دربه الذي سار به ونتبع تعاليم المسيح. القديس فرانسيس ترك كل شيء والتحق بالرهبنة ليؤكد لنا أن قلب المسيح ينبض في قلب الكنيسة. اليوم احتفلنا بعيد مار فرانسيس، هو اللي بعلمنا فعلا كيف نكون حجارة حية للرب. هو كان انعكاس وصورة حية ليسوع المسيح، لدرجة أنه كانوا يسموه فارس كمال إنجيلي ومسيح آخر. وإحنا كمان مدعوين نعكس صورة يسوع في حياتنا من خلال مثال مار فرانسيس، محبته للكتاب المقدس، محبته للرب، وخدمة الأسرار المقدسة والكنيسة والطاعة لإلها، وبنفس الوقت خدمة الفقير والمحتاج والحزين. إذن حتى ننقل له بشرة السارة زي ما حكى لنا يسوع، كل ما فعلتم لأحد من إخوتي هؤلاء الصغار فلي قد فعلتموه. بشفاعة مار فرانسيس ربنا يبارك الجميع، وكل عام وأنتم بألف خير. قداسة البابا اختار القديس فرانسيس شفيعا له، ولا ننسى أن نيافة الكاردينال بيير باتيستا باتسابالا الذي هو في الأساس من الإخوة الأصاغر. وبعد أخذ البركة وانتهاء القداس، توجه الجميع إلى أروقة الكنيسة لتبادل التهاني مع الأباء الفرنسيسكان وأعضاء رهبنة ماري فرانسيس للعلمانيين. طبعاً التحيت قبل 3 سنين بأخوية رهبنة ماري فرانسيس العلمانيين. السنة الماضية قدمت النذر الأول، والسنة كان النذر الثاني والنهائي. طبعاً بعد ما أخذنا دراسة معمقة مكتفة عن حياة القديس فرانسيس وعن قانون الرهبنة، واليوم أصلنا يعني لنا الشرف أنه كنا موجودين وأخذنا بركة النذر النهائي من الأب رامي عساكرة رئيس الرهبنة لنا، المرشد للرهبنة العلمانيين، وأخذنا بركته وصلنا عضو فعال، عضو نهائي. هو النذر النهائي للرهبنة أكون عضو متواجد دائما باستمرار. القديس فرانسيس أتى إلى أرضنا وكان من أعظم النعم التي تحنن به علينا الله، ليقوم من بعده أبناءه بحراسة الأماكن المقدسة وحمايتها من تقلبات الحكم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي. فمنذ أكثر من 800 عام وهم أمناء على هذه العهدة إلى يومنا الحاضر، فبشفاعة القديس فرانسيس الأسيزي وأمنا القديسة مريم العذراء ليمنحنا الله كل بركة ونعمة وسلام.
للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم.